يعني دي انا وديت الوان الناحيه الثانيه بقت 10 بلس 1 11 اوفر 3 وخدت سكوير روت بوست بول نيجاتيف. طب دي اكس واكس، ال 6 هعملها 3 تايمز 2 طبعا طالما الاخير بوستيف والاثنين نيجاتيف، بتيجي تعكس الرقمين دول بس وخلاص، هيبقى كده السوليوشن سيت 3 اند 2. اللي كتبها 2 اند 3 برضو مش غلط. تمام يا جماعه، اللي عنده اي سؤال يسال عادي. طب دي بقى سهله، هتفضل تعمل بلس 360. لو عملت بلس 360 دي هتطلع على طول، هتطلع لك 40، طلعت بوستيف ميجر تبقى خلصت. طب تعالى على دي، هتعمل بلس 360 واللي يطلع تعمل له بلس 360 واللي يطلع، عشان بس انا مش معايا كالكوليتور، طلعت كام في الاخر يا جماعه؟ بعتله 54 كام؟ 54 64. تمام بس خلاص 54 يا مستر 54 معلش 64 صح كده؟ ولا كام؟ 54 54. اوكي ماشي تمام، طالما وصلنا لبوستيف ميجر تبقى خلاص. طيب هنا بقى دي نيجاتيف ميجر، هنفضل نعمل ماينس 360 دي تقريبا هنعمل مرتين على ده، هتوصل لزيرو على فكره. دي هتبقى المفروض انا كنت كترتها شويه 730 عشان بس تدي ايه؟ لا طب ماشي، اصل احنا عايزين نيجاتيف صحيح ماشي تمام مظبوط. هتديني ايه؟ هتديني 360. طب لو عملت ماينس تاني هتديني زيرو، انا لسه ما وصلتش نيجاتيف ميجر، خلاص اعمل ماينس تاني 360 لحد ما توصل لكام؟ لنيجاتيف 360. يبقى كده وصلت لنيجاتيف ميجر. دي برضه هفضل وراها ماينس 360 هتديني 100 لسه بوزيتيف، اعمل لها تاني مستر ماينس 300. طالما وصلت لنيجاتيف خلاص يبقى انا كده وصلت لايه؟ لبر الامان زي. طيب تعالى على دي، بس اوبس مستر ترانجل دي سهله، باين جدا من السيميلاريتي يا جماعه ان دي اي اوفر بي سي باينه قوي، يعني ايكوال ايه بقى؟ ايكوال اي دي اوفر اي بي، او حتى من اسم الترانجل اي دي اوفر اي بي ايكوال اي دي اوفر اي بي. انا لو عوضت خلاص خلصت، او اي دي هو مسموه لي اكس، بس خدوا بالكم بقى من حاجه، ان الاي بي كام يا جماعه؟ اكس بلس 9 مش 9، خدوا بالكم الاي بي عباره عن الحته اكس دي بلس 9. حلو، ايكوال مين بقى؟ ايكوال 12 اوفر 15. 12 اوفر 15 دي لو انت عملت لها سمبليفاي بالكالكوليتر قبل ما تشتغل هتسهل عليك قوي، الكالكوليتر هتطلع لك 4 اوفر 5، هتبقى سهلت عليك العمليه شويه. تبتدي تعمل كروس مالتيبليكيشن اهو، 5 تايمز اكس هيديني 5 اكس ايكوال الارم الثاني بقى، ال 4 هتعمل تايمز ده 4 اكس بلس 36، لان ال 4 بتتعمل تايمز ايه؟ تايمز الاكس وتايمز ال 9. طب هات الاكسات مع بعض هيبقى 5 اكس ماينس 4 اكس هتدي لك اكس ايكوال كام؟ 36. ودي مساله جت في امتحان قبل كده. طيب تعالى بقى على بتاعه الاي، احنا قلنا الاي يا جماعه احسن حاجه لها ايه؟ تقوم انت عامل ديفايدد 4 وخلاص. ديفايدد 4 لو انت عملت ديفايد 4 هتلاقي الكالكوليتور ادتك 50 اند 1 اوفر 4. طالما اتاكدت ان الدينومينيتور تحت 4 خلاص يبقى هي دي الباور اللي هتطلع، يبقى اي باور 1 خلصت. وال1 ما بيتكتبش. تمام؟ لكن لو طلعت دي مثلا تحت 2 يا جماعه، هم عاملها تايمز 2 تايمز 2، خدوا بالكم من الحته دي، لازم اتاكد ان الدينومينيتور اللي طالع على الكالكوليتور 4 لو طلع 2 او معمول له تايمز 2 تايمز 2. تمام؟ طيب اي باور نيجاتيف 30 بقى هي بس اللي هعملها لوحدها في سبوره لان هي بتاخد مكان. هصور بس ده كده. طب مستر الاول بس في نعم؟ سؤال، بس عايز اسال حضرتك في سؤال، عايز اسال حضرتك فيه الايه يا حبيبي بتقول معلش؟ ال نمبر 31، نمبر 3 في 1 مش احنا مستر ايوه احنا نمبر 1 في 3 يعني، مش مالها احنا بقى؟ مستر انا عامل بنجيب ماينس يعني 360 هيطلع لي 360. الجزء المتبقي من الانجل، مش احنا بنجيب الجزء المتبقي من الانجل وهو اصلا 360، فمفيش حاجه متبقيه يعني، الجزء اللي احنا لسه مشيناهوش من تحت من الجهة التانية، مفيش حتة معلش إن احنا بتتكلم نمشيها من على ال دي بتاعت 720؟ طب ما انا عملت ماينس 360 ادتني 360 قمت عامل ماينس المفروض نجيب زيرو. 360 ادتني طلعت زيرو، انا عايز نيجاتيف ميجر، قمت عامل تاني ماينس 360 افضل وراها لما تجيب نيجاتيف. بص معايا؟ عشان بس ان هو اصلا استنى احنا الميجر 360، فاحنا مش عايزين نشوف متبقي قد ايه يعني، هنوصل ماشي، ما يعني قلت هنجيبها لك حته ازاي باقي قد ايه دي، ما انا فاهم، انا مش قد معاك. ايه من الناحية التانية. حته باقي قد ايه دي بتلخبط شويه. بص انت افضل، بص لو قال لك نيجاتيف ميجر افضل اعمل ماينس 360 لحد ما توصل للنيجاتيف، دي اسهل واسرع يا جماعه. قال لك بوزيتيف ميجر افضل اعمل بلس 360 لحد ما توصل لحاجه بوزيتيف، وراح دماغك ماشي عشان هتلخبط. طب قول يا هاجر كده ما بتسالك هو ايه؟ انا عارف هو نفس السؤال برضه، انا كنت عايز اقول ان الزيرو ده رقم بوزيتيف ونيجاتيف، هما الاثنين
طيب تمام. طب هاخد بقى اي باور نيجاتيف 50 دي يا جماعه، يعني انا افضل ورايا يا جماعه، لما قال لي نيجاتيف ميجر افضل اعمل ماينس 360، قال لي بوستيف ميجر افضل اعمل بلس 360، تريح دماغك لحد ما توصل اللي هو عايزه. هو عايز بوستيف، خلاص هتوصل لبوستيف، توقف. وصلت النيجاتيف، وقف. هذا موضوع. طب تعالى لي بقى على اي باور نيجاتيف 30 دي. اي باور نيجاتيف 30، النيجاتيف يا جماعه ده تعامل خاص. اولا هي لازم تتحول انها تنزل تحت الاول. يعني ازاي؟ يعني لازم اقول كده اي باور 30 تنزل تحت بالبص، بيبقى فيه في 1. طيب نبتدي برضو ال 30 اعملها ديفايدد 4. لو انت عملت ال 30 ديفايدد 4 هتلاقي طلعت لك ايه؟ 7 اند هاف. دي بقى كويس، جت حلوه قوي دي 7 اند. مش هينفع اقول ال 1، ليه بقى؟ لازم ده يكون اوفر 4 يا جماعه. خلاص نعمل له تايمز 2 تايمز 2، يبقى كده بقى 7 اند 2 اوفر 4. طب يا ليه الكالكوليتر ما بتطلعش 7 اند 2 اوفر 4؟ بس الكالكوليتر بتطلع الاجابه سمبليفايد يا جماعه على طول. فما بتلاقي 2 على 4 بتقوم عامله دو ديفايد 2 تطلعه 1، بتعمل دو ديفايد 2 تطلعه 2. تمام؟ طيب انا يهمني طلعت 4، اوكي ناخد الرقم اللي فوق. ما طلعتش 4، لا يبقى احنا مضطرين نعمل ايه؟ تايمز 2 تايمز 2. يبقى كده ناخد ال 2. يعني افهم كده ان دي 1 اوفر اي باور 2. طب ما اي باور 2 احنا حافظينها من الرولز ان هي بنيجاتيف 1، يبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 اللي هي في الاخر بايه؟ بنيجاتيف 1. طيب نفرض انا بحلها مساله ثانيه بقى ولقيتها طلعت لي 1 اوفر اي. ممنوع منعا باتا ان الاقي اي تحت. نقوم عاملين تايمز الكونجوجيت، ده مساله ثانيه يعني، مساله ثانيه. تايمز نيجاتيف اي الكونجوجيت يا جماعه دي اي، نعمل لها تايمز نيجاتيف اي. لو هي نيجاتيف اي نعمل لها تايمز بوزيتيف اي. بص ايه اللي هيحصل، دي هتديني نيجاتيف اي، دي هتديني نيجاتيف اي بار. طيب طب نيجاتيف اي سيبها زي ما هي، وخد بالك نيجاتيف اي بار 2 يعني نيجاتيف نيجاتيف 1، يعني كانها بقت نيجاتيف اي اوفر 1، تطلع في الاخر نيجاتيف. فهمنا يا جماعه؟ ده عشان بس لو جات لي ايه تحت اي. طيب في حد عنده اي اسئله بخصوص الكويس تاني؟ مين اللي كان بيسال؟ عمر، في عندك مشكله لسه عمر في المساله بتاعت النيجاتيف ميجر دي ولا تمام؟ فهمتها؟ وهاجر الصراحة لا يا مستر، هو مش تاني، فاهم هقولها اصلا تاني مستر يا عم، هقولها بالنيجاتيف تاني مش انجل. مشكله، هفهمك ايه اللي بيحصل. هو عايز ايه؟ انت تشوف هو عايز ايه؟ هو عايز نيجاتيف ميجر، صح؟ هو بيقول لي هات لي نيجاتيف ميجر. خلاص نفضل نعمل ماينس 360، ما عادش بقى اشوف ايه اللي بيكملها ولا الكلام ده، خد بالك عشان ما تلخبطش نفسك. يعني هو جايب لي ايه؟ 720. انت عايز ايه؟ نيجاتيف ميجر. نفضل نعمل لها ماينس 360 لما نوصل لاجابه نيجاتيف. ماينس 360 لقيتها طلعت 360، فبوزيتيف، لا ماينس تاني ادت زيرو، بس الزيرو ده نوت بوزيتيف ونوت نيجاتيف، تاني ماينس 360. قامت طالعه الاجابه نيجاتيف 360، مش هو طالب نيجاتيف ميجر، انا وصلت للنيجاتيف ميجر، يبقى دي الانسر. هو انا فاهم المستر، بس اقصد ان دي حق ان ده يعني زي نعم الحاجه الاستثنائيه، ان هو احنا مثلا هو بدأ من الاكس اكسس مش صح، ولف العكس على قرب هو الساعه لحد ما وصل يعتبر تاني الاكس لفه، اكسس. هفهمك انت كويس، هفهملك على الرسم. ما هو فعلا لو انت بدات من هنا من اكس اكسس، هي دي زيرو ديجريز اللي بص لها كده، الانجل دي كده زيرو ديجريز. طب ماشي، انا لو خليت ده لف يا جماعه، لفه مع عقارب الساعه، طب ما هو هيوصل هنا تاني، يبقى معنى كده ان دي برضو نيجاتيف 360 ولا ايه؟ لا اقصد ان هو طيب ده افرض initial انه وهو لف ده كده، final. فهو لف في البوست، فهي برضه بوزيتيف 360، يعني الزيرو ده اصلا كان نيجاتيف 360 وكان بوزيتيف 360، مفهومه؟ وانا فاهم هو اصلا جاب بس فيف، فهو اكيد لف انت كلوك وايز، هو لف عكس عقارب الساعه لحد ما وصل الاكس اكسس. لو ايوه هيلف ماشي بقى ماشي، انت باتجاه تقصد عقارب حليتها الساعه كده يعني، يعني انت طلعتها نيجاتيف 360. طب خلاص ماشي ماشي ماشي، هو حلها يا جماعه عمر، حلها بس بطريقه ثانيه احسن يعني، كمان يعني حلها بطريقه لا فيها ما فيها اقصدش مستر، انا لا اصلا هو تمام. لما هيجي لفها تاني بقى باتجاه عقارب الساعه مش هيبذل المسافه، هو الانيشال، هو يعني الفيرست لاين هو الاند لاين، لو مش عكس عقارب الساعه هيعمل ايه بدون؟ هو الاكس اكسس هو الخط يعني اول ري والاخر ري. هو صوتك واطي شويه، معلش عمر انا اسف، يعني بتعلي سنه كده. بقول يا مستر ان هو الاكس اكسس هو الفيرست والفاينل في نفس الوقت،
فلو هيلف عكس عقارب الساعة هو مش محتاج أصلا يعمل أي أنجلز، هو زيرو، لا لا هو لا ما كده خد كده بالك، وصل. اصل حاله الانجل زيرو دي ايه اللي بيحصل؟ ده ما بيبقاش ري واحد، ده بيبقوا تو ريز اوفر بعض، ده الري الانيشال، ما هو ده اللي قصده. ده الري اللي واقف عليه اللي هيلف اللي هو الفاينل. ما الانجل زيرو عباره عن ايه؟ عباره عن ان التو ريز بقوا فوق بعض كده. انت فاكر الانجل زيرو دي انها ري واحد؟ لا هما تو ريز بس كوينسيدنت منطبقين على بعض كده. فده الاكس اكسس، هو هيسيب الاحمر ده يسيبه ويفضل يلف 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 يلف، ده الفاينل هيوصل تاني. يبقى كده هو لف نيجاتيف 360. فهمت بقى؟ انت تقصد ان الاكس اكسس ما ينفعش يلف؟ لا هو مش اكس اكسس، هو في ري عليه بس مش باين، واقف عليه هو نفسه، بس احنا عشان ما نعملش تو ريز على بعض كده فبنقول ان ده هيلف، بس مش ده اللي بيلف بصراحه، هو في ري فوقه منطبق عليه هو اللي بيلف. زي ما انت الساعه تيجي مثلا 12 بالظبط، طب ما بيبقوا العقربين فوق بعض وبيشوفهم يشوفهم يلاقوهم عقرب واحد، لكن هم عقربين. الانجل عند 12 او كلوك دي يا جماعه هي زيرو. فاهمين اقصد ايه؟ طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي هو ايه بقى. ممكن ناخد النهارده تريك بقى، خدنا الجبر المره اللي فاتت، هناخد راديان ميجر اند ديجري ميجر. بصوا يا جماعه ده درس تريك سهل جدا وجميل جدا اهو، اللي هو راديان ميجر اند ديجري ميجر. احنا اتفقنا بقى ان الانجل اللي احنا طول حياتنا متعودين عليها من واحنا صغيرين، نجيب البروتراكتور ونقوم راسمين انجل، طلعت الانجل دي حوار كبير جدا، مش موضوع، مش ان اللي هي الانجل دي اللي هي 60 دي اللي احنا شايفينها هي دي وخلاص. لا ده ممكن تكون الانجل دي مثلا كانت لفه لها بتاع 10 لفات مثلا ب 3000، اللفه ب 3360، فال 10 لفات عملوا 300 3600، فالانجل دي تكون 3660 ميجر بتاعها. لا ده ممكن كمان تكون لفت في الاتجاه النيجاتيف ويبقى لها نيجاتيف ميجر. اه قال لك طب ما ثانيه واحده، طب ما الانجل دي برضو بتفكرنا شويه بالساعه، ليه ما تكونش الانجل دي كانت جزء من سيركل؟ ده واحد تاني بقى يعني سابه من البوزيتيف والنيجاتيف واخترع لها ميجر جديد بقى. قال لك ايه؟ قال لك طب ما يمكن الانجل دي يا جماعه كان في سيركل كده، ودي كانت سنترال انجل وقعدت ايه بقى برضو، ده كان فوق ده وقعد يلف برضو، فكده بقى راديان ميجر. راديان ميجر يعني مختص بالسيركل شويه، ده اير يعني بالعربي يقول لك عليه ده اير يعني، فكلام الراجل ده برضو مظبوط. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك طب الراديان ميجر ده طب نحسبه ازاي بقى؟ قال لك هنشوف اللينث بتاع الارك اللي قصاد السيركل، يعني مثلا السيركل لفت من الاي للايه مثلا، لو لقينا مثلا اللينث بتاع الارك ده 20 سنتيمتر، يعني مسكنا الارك ده يا جماعه قطعناه كده زي حته سلكه وفردناه لقينا طوله 20 سنتيمتر، ولقينا مثلا الراديوس بتاع السيركل ده مثلا 5 سنتيمتر، خد بالك. قال لك لو قسمنا يعني عملنا ده ديفايدد ده هنطلع حاجه اسمها راديان ميجر. طب رمزوا له بايه الراديان ميجر؟ قال لك نرمز له بسيتا راد صار راديان، بدل ما يقعدوا يكتبوا كلمه راديان ميجر. طب امال اللي هو كان فيه ديجري ده، قال لك ده هنسميه سيتا ديجري تاني، يبقى اللي هو اللي احنا عارفينه طول حياتنا اللي هو الديجريز ده، قال لك هنسميه سيتا ديجري، سواء هو بوزيتيف سواء هو نيجاتيف براحته، لكن اللي هو متاخد من سيركل ده، ما هي نفس الانجل دي ممكن تتقيسها تلاقيها 30 مثلا ديجريز. اه بس لو خدناها بالنسبه للسيركل، قال لك لازم اعرف اللينث بتاع الارك ده وليكن اسمه ال، واعرف الراديوس بتاعه وليكن اسمه ار، ونعملهم ديفايدد بعض ال اوفر ار، وطلعت الرول دي. قال لك وبناء عليه هيبقى السيتا رات كده هيبقى كام؟ 20 اوفر 5 تطلع 4. طب ماشي، طب احنا الميجر ده كنا بنكتب عليه ديجري، الميجر ده نكتب عليه ايه؟ يعني ده كنا بنكتب عليه الخمسه الصغيره دي ديجري. قال لك اكتب عليه رات. يعني انت الانجل دي ممكن تلاقيها مثلا 30 ديجريز وفي نفس الوقت هي 4 رات. قال لك طب هي ماشي 4 رات، طب انا عايز اعرف هي كانت كام بالديجريز؟ مفيش اي حاجه تجيبها لنا كده؟ قال لك لا في حاجه حلوه، انا تحول لك ده قال لك ان السيتا راد وده السيتا ديجري، ال 180 ديجريز في السيتا ديجري
بتعادل حاجه اسمها باي راد. يعني ال 180 في الديجري، يعني لو في عندك انجل 180 ديجريز بتبقى ايكوال باي راد. طب ما حلوه الريليشن دي، ليه بقى؟ انا مطلعها فور راد، انا عايز اعرف هي كانت كام بالديجريز. قال لك طب ما تحط دي تحت كلمه راد وتعمل كروس مالتيبيكيشن. اهو هم عاملين ايه؟ بص يا جماعه، ما انت عايز بقى السيتا ديجري دلوقتي، عايز تعرف دي كانت بالديجري كام؟ احنا عرفنا دلوقتي ان هي فور راد او فور راديان. طيب اعمل بقى كروس مالتيبيكيشن. اهو عايز تجيب السيتا ديجري، مفيش مشكله. هنعمل زي ما احنا عارفين يا جماعه، الشبك مع المربع الفاضي اللي هي الباي حطها تحت، واعمل 4 تايمز 184. تمام كده يا شباب؟ احسب لي دي على الكالكوليتر كده يا جماعه. انت على فكره عندك زرار للباي، في زرار اسمه 10 باور اكس كده، هتلاقي مكتوب فوقه باي، دوس شيفت شيفت والزرار ده تحت خالص في الكالكوليتر من تحت، احسبها كده شوف هتطلع كام. حد يحسبها كده 4 تايمز 180 اوفر، انا بس الكالكوليتر بعيد عني فمش عايز اضيع وقت وادور عليه. 229 ارقام كتيره يا مستر، طلعت كام؟ 229.1831 229. اه طالما طلع فيها بوينت كده يا جماعه، اعمل لها زرار اسمه كوماس. بص في زرار اسمه كوماس كده، مكتوب عليه كوماس كده، هتلاقيه قبل زرار الساين والكوزاين، هيقسمها لك ديجريز ومينتس وسكند. دوس كده على دوس على زرار الكوماس ده كده، شوف بقى يقول لك ايه، هيقسمها لك 229 قال لك 10 بعدين كام؟ 59.22 معلش انا 229 مسحب على الصوت شويه. 229 ايوه و10 minutes و59 seconds ديجريز 10 0.22 minutes 12 seconds بس، صح كده؟ لا كده 59 تكمل اللي في الصوت. seconds 0.22. ماشي ماشي، يعني من الاخر يا جماعه، الانجل اللي انت شايفها فور راد دي، المفروض بقى لو احنا هنرسمها بمهارة الله، يعني هي طلعت 229، يعني دي انجل كبيره جدا، يعني المفروض يعني هي كانت تبقى عامله كده بقى. يعني بص بقى كده، يعني 229 لف بقى كده، يعني انت كده هتعدي لو انت وصلت هنا 180 كده، يعني هتلاقي هنا كده مثلا، هي دي الانجل يا جماعه اللي هي قدامنا دي، دي كده الميجر بتاعها 4 راد، والميجر بتاعها بالديجريز 229 ديجريز وشويه فكه كده اللي هم 10 مينتس والكلام ده. والمفروض بقى بصراحه الارك ده هو اللي يبقى ايه؟ يبقى المفروض الاي بي بقى، يبقى الارك ده لما جبنا بقى الديجري ميجر فهمنا الليله ماشيه ازاي. ده المفروض ده 20 سنتيمتر، والريديوس بتاعك هو 10 سنتيمتر. شفتوا بقى يا جماعه اللي هي بيسموها ريفلكس انجل، كنا بنسميها احنا صغيرين ريفلكس انجل. يعني نفهم كده يا جماعه ان اي انجل في الدنيا لما كان بقى لها بس بوزيتيف ميجر ونيجاتيف ميجر، لا ده لها ديجري ميجر وريديال ميجر. تمام؟ طيب معلش يا شباب، عشان هو اللينك هيفصل هستاذنكم، هبعت لكم لينك جديد، يعني ماشي هنقفل عشان هو عمال يقول لي ايه هيقفل في خلال 5 دقايق مش عارف ايه. في ثواني دلوقتي هبعت لكم لينك جديد ان شاء الله وتخش عليه، معلش عشان ما افصلش مننا وعم شغال. هعمل اند بس الميت.